عيد الميلاد. عايزين اللاب ده يا دكتور. تعالوا يا تايمش احسب لي ده. يلا بسرعه. طب احط على الرفوف الابيضات كلها هنا وخلوا الدواء الجديد اللي جه 66. دول 70 يعني. هات الباقي. اديني رشاك معانا. يلا يا نيش يلا 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 خش جوه. ظبط كل اللي على الرفوف ده. خد يا ستي الباقي. ماشيني الاول لو سمحت. طيب ما انا همشيك. حاضر يا نيش. طب ما انت بتعملي ايه؟ انا عايز امشي. المكتوب بعملهولك حضرتك. لا وتعملي لي ليه؟ ما تديني في من الجاهز ده. طب اسمعيني بقى علشان انا من الصبح صوتي اتنبح. لا ماليش دعوه انا بصوت. بفهم الناس الموضوع ده مش عايزين يفهموا. حضرتك انا بفيدك. دلوقتي انا جايبه الكنينه والسحاحه وادي كمان حضرتك اللي كنينه ايه وسحاحه ايه وبتاع ايه؟ انا عايزه علاج من اللي هو موجود جاهز. هعملك تقطير اتلافي للفحم الحجري. فحم حجري ايه؟ احنا هتحطي لي جوزه هنا ولا ايه؟ جوزه ايه؟ امال في حجري ايه وبتاع ايه؟ انا عايزه علاج من اللي هو موجود الكراتين. بتزعقي بيه؟ ما عشان عماله تقولي الكتكينه والكنينه والبتاع ده حاجات دي ما اعرفهاش انا. حضرتك ده انا هشغلهولك في المواجهات. ماليش دعوه انا عايزه علاج من الجاهز. كيف حضرتك بالسيغه ربنا يزيدك يعني. ما انت مش سيغه انت الثانيه اهو. لا ده حاجات بسيطه كلها. طيب معلش. ده بيسو حضرتك خطيبي. بيسو جايبني. ولا بيسو بس اديني العلاج عشان امشي. ده دول حتتين ما يجوش قد الطبق اللي انت لابساه ده. ده حتتين صغننين. ده انت باين عليك يا توجعي دماغ النهارده. انت دكتوره هنا؟ هتشوفي بقى حلاوه العلاج والخدمه اللي بخدمها لك. خدمه ما تتصوريش حضرتك. بصي بقى شوفي شوفي التزاجه والحلاوه. شوفي الحلاوه. بصي بصي شايفه الصحه. ثانيه واحده في حاجه ناقصه. هو فين التليفون؟ يا دكتور منعم بقول لحضرتك ايه؟ انا حطيت الاكسيتيستر على البيج روب. انا زكيه زكريا. انا ما حطيت ده على ده حضرتك راح طاشش وفاشش. طاشش وفاشش. حضرتك احط ايه؟ الاكزبون. احط قد ايه؟ كم ملي اكزبون؟ اكزبون 3 ملي. حاضر. الاوزومارتو اهو. حط لك الكاتروداتو اهو. دول بقى حضرتك حاجات جميله. وانا جايبه لك القمع والمعوجات والكنينه كل حاجه موجوده حضرتك. ودي حاجات غاليه انا مش مستخسرها فيكي ان انت دافعاها ده. ايوه ايه الكنينه والبتاع ده علاج ده؟ ايوه بس شوفي حضرتك بتطلع الارواح ولا ايه؟ ايوه دكتور منعم. اي انا حطيت اللي انت قلت لي عليه. الست بتقول ريحه مقرفه وعماله تهوي مش عارفه تتنفس. ايه؟ لا حطيت اللي انت قلت حضرتك 25 جرام. طب اضيف ايه حضرتك؟ الابرات. الابرات ايوه 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 ناسياه. احنا خدناه في سنه اولى. هضيف لك الابرات عليه وادعي لي بقى على اللي انا هعمله معاكي. انا مش عايزك تعملي معايا حاجه. انا عايزك تديني العلاج يا تديني الفلوس. انت تمشي تروحي فين حضرتك؟ انا مش عايزه الحاجات اللي انت بتعمليها دي انا ما اعرفهاش. حضرتك فلوس. انا عايزه علاج. الفلوس اللي انا دافعاها. لا حضرتك ما دام دخلت الكمبيوتر خلاص. كمبيوتر ايه بتاع ايه؟ واقفه دلوقتي بقالي ساعه بشتغل. بعد كل ده حضرتك عايزه الفلوس كمان؟ ايوه انا عايزه. لا تديني العلاج يا تديني الفلوس. حضرتك جايبه لك السحاحه والقنينه. سحاحه والقنينه ايه وموجات ايه؟ انا عايزه علاج جاهز عشان امشي. حضرتك بفيدك. طب اديني فلوسي. لا مفيش فلوس حضرتك. لا ده انت نبقى نهارك اسود النهارده. انا ايوه اوعي تقولي كده. انت دكتور انت بخ 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 ايه وزفت ايه؟ لما اقول لك بخ 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 ايه وزفت ايه؟ سيبيني بقى اشوف الزبون. زبون ايه وبتاع ايه؟ لا حضرتك ما تزعقيش. الله ايوه حضرتك مش النور يا فندم. لو سمحت اصرف روجيتا دي. حاضر يا عيني الاثنين بيك. بس بعد اذن حضرتك لو سمحتي. أيوة. انا عايزه من التركيب عشان يبقى طازه. اتفضلي بقى. تركيبة ايه وزفت ايه؟ اهو انت دكتور انت. يا خبر ابيض. يا خبر اسود ونايل. ما تغلطيش فيا. اتفرجي على الحاجه بقى وهي بتتعمل. اتفرج ايه ونيله ايه؟ كل حاجه طازه حضرتك. طازه ايه وزفت؟ انت هتولعي و اوعى 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 اوعى. ما عرفتش. صيدلانيه وليها مدرسه.
انا مدرستي مدرستي انا مش جاي اتعلم انا مش جاي حضانه انا انا مدرستي انا مالي بقول حضانه امال ايه مدرستي انا جاي اتعلم حضرتك انا مدرستي المدرسه التركيبيه انا ماليش دعوه بمدرسه ولا تركيبيه امال لو سمحت السفير الدولي في روجيتا ده حاضر بس بعد اذنك بس انا عايزه تركيب تركيب حاضر اهو ماليش انا دعوه ماليش انا دعوه بيه انا دلوقتي حطيت له تبريتيك الانتروجين ما اعرفش انا تركيبيه البتروجين اللي انت بتقول عليها دي مش راجل طيب انا عاوز دلوقتي الدواء بيخبط في ايدي كده وانا واقفه ايه النسيبه دي انت تسجن يا راجل انت ما حدش عارف يسجنني ثواني ما تنفعلش عليا ثواني هشوف نتيجه مبهره ماشي العلاج بس لو طب ثانيه واحده كل ماشي ايوه يا لهوي الصيدليه ضاعت ايه ده يا سيد هتطلعي فينا في زخانة يا مهوي انت السبب يا دكتورة ايوه اتفضل لو سمحت العلاج ده بارد قريبة باتنين اهلا وسهلا بيك تعالى هنا يا مشمش شوف حساب دي ايه اهلا وسهلا بيك اهلا وبحط هنا يا مشمش الحاجات بترش كل الادويه اللي حياد يا بابا 22 جنيه 22 22 حضرتك دول 25 هات الباقي يا مشمش انا بعمل لكم الدواء على ايديا تركيب بقى حضرتك إيه الدواء ده مش ما نعرفش ده ايه ده حضرتك عشان انا باخد دواء معلبات حضرتك معلبات ايه واحنا بنبيع مانجا هنا معلبات ولا جواب لا مانجا لا. يعني باخد حضرتك الدواء في علب في علب عاديه عاديه او ازاي صغيره حضرتك كل صيدلي يقول لي ايه طريقته حضرتك انا طريقتي التركيبيه احنا مالناش دعوه بالتركيبيه والمراكبيه اللي انت بتقول عليها دي هضطر اكتب خالص علشان انتوا ولا بتعرفوا مصلحتكم فين ايه ده ايه اللي بتعمله ايه ده في ايه حضرتك ايه ده انت بتعمليه ده بتتفرجي على جمال التركيبيه بتتفرجي ايه على جمال ايه وزفتي ايه انت بتعمليه ده في ايه فين يا دكتور يا دكتور انت مش دكتور هنا معلش ما انت مش موجود انت كل مره بتعملوا الحاجه اللي بتعملوها دي انتوا بتعملوا التركيب ده كده بالطريقه دي ما تكلميش ميشو ده ابني الوحيد وعنده حاله نفسيه حاله نفسيه احنا وقعنا بقى مع مجانين لا حضرتك عنده حاله نفسيه واحده متخلفه والتاني مجنون بخ ايه بخ دي بخ دي ايه بخ دي نفسك انا احترم الناس غصب عني بتعمليه ده انت تستاهل اكتر من كده هوريكوا بقى هوريني اشوف هتعمل ايه بلاش تقول الكلام ده لو بيسو عرف يقطعك لا بعدين عرفت كل حاجه ايه الريحه الوحشه دي ايه ده كيميكال كونتورتورس ايه كونتورتور بتاعك ده احنا عايزين عليك انت بتعمليه ده انت هتحرق النحل احنا عايزين عليك بتاع يا لهوي زحلني انت لما دخلت انا حسيت ببلسم دخلت ربنا يخليك ونجيب طول العمر ربنا يخليك ويخليك لشبابك كلهم حضرتك مرتبط مرتبط لا لسه بصراحه يعني ايه ده ما حصلش طب وليه لغايه دلوقتي حضرتك ما طلعتش والله انا كل شيء بأوان ان شاء الله بس حضرتك بتشتغل ان شاء الله يعني انت موظف لا يعني تقدر تقولي بدايه رجل اعمال كده الله انت عارف حضرتك بقالي كتير يعني الواحده مننا مش اي جوازه انا اتخطبت من 20 واحد لكن لا هو حضرتك لسه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمك ابن الحلال كده تتعبي في شغلك وبتاع وان شاء الله ربنا يكرمك لا انا عايز ابني حياتي مع حد يكون يستاهل يعني مش اي حد يعرف يقدر الانثى هو فعلا محدش يعرف يقدر الانثى طيب اي حد حكايه ان راجل يقدر انثى ده بالدنيا وبعدين حضرتك انت من ساعه ما دخلت انت مقدر انثتي ده احساس على فكره ما تتخيلوش قرش ومحوشة موضبة كل حاجة البيت عندي كامل من كله صراحة انت 10 على 10 يعني عارف حضرتك اللي يتقدم لي انا بكلمك ايه قلبي افتتح لك يعني ست ربنا يخليك يعني حضرتك اللي يتقدم بيه هيلقى كل حاجة جاهزة وبعدين انا عموما يعني ضخمت وكده بعمل رجيم وبنزل الحمد لله وسني صغير منش كبير انت عندك كم سنة انا
طب تديني كم سنه؟ يعني حاجه واربعين. لا عارف ليه؟ دايما السنين بيدوا له سن كبير، يعني انا عشان سنينه كده تقوم تقول 40. هو اللي بقدر بصراحه يعني. لا 24 ونص. ياه؟ 24 سنه أيوة ونص. احنا كده العيله عندنا بس ايه مليانين. بعدين حضرتك بس العلاج بس. حاضر عينيا الاثنين. معلش خدني الكلام معاك لان انت مهذب يعني. ميرسي قوي يا ستي، ربنا يخليك. ميرسي. انت ساعه ما دخلت انا قلت ده فعلا قلبه قلب خصايه. ستي ربنا يخليكي. ميرسي. ربنا يخليكي. ثانيه واحده بقى اشوف التركيبه كده. ثانيه واحده اكلم الدكتور منى. ايه يا دكتور منعم، انا حطيت الاوزو ماتو وضفت له ال 25 مللي، طب اعمل ايه تاني؟ طب خلاص خلاص انا عرفت عرفت اوكي. لا 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 بلاش، في الراجل واقف بعدين اكلمك. خلاص عرفت ايه الحكايه وكله هيبقى تمام باذن الله. انا كمان عرفت. شوف بقى حضرتك جمال اللي بتاع حاجات غريبة. حكيت لك حاجة يا لهوي يا خرابي يا لهوي. الجميل ده وريني حضرتك انت حضرتك ولا مؤاخذة احنا اخوات يعني. أيوة. حضرتك بتشتغلي ايه؟ ما بشتغلش. الراجل اللي جايبهم لي. الراجل بيشتغل ايه؟ الراجل فاتح قهوه محترمه. حصل ده حضرتك اتصور. آه. لو حضرتك عندك رغبه انه يتذاع هتقولي يتذاع، ما عندكيش رغبه ما نذاعش. ماشي يتذاع. لا زيع. 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 شكرا. نذيع.